ولكن دعونا مشاهدينا الكرام نبدأ هذا الحوار النهاردة. حوارنا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا والتي قابل فيها عدد من المسؤولين وأبرم فيها العديد من الاتفاقيات، أبرزها ثلاث اتفاقيات: اتفاق مع شركة سيمنز حول الطاقة المتجددة لمحاولة حل مشكلة الكهرباء في مصر، وأيضا اتفاقية أخرى بشأن المحاصيل الزراعية، واتفاقية ثالثة بشأن التدريب المهني للشباب ومحاولة لجذب الاستثمارات في مصر. وأيضا كان هناك على الجانب السياسي جزء مهم جدا بما يحدث في المنطقة ودور مصر في دحر الإرهاب بمشاركة الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط. نبدأ هذا الحوار مع المهندس محمد بركة الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بداية، كيف تقيم العلاقات المصرية الألمانية، وهل استثمار ألمانيا في مصر ب 603 مليون دولار كافي أم أن إمكانيات البلدين تحتاج الاستثمارات بأكثر من هذا الرقم؟ الحقيقة العلاقات بين مصر وألمانيا جيدة جدا، لكن لو قلنا الاستثمارات ضعيفة جدا. حجم ألمانيا كبير جدا، ويجب أن احنا نستفيد بألمانيا في خبراتها. ألمانيا دي تسمى الماكينات الألمانية، يعني خبرة ألمانيا تكنولوجيا عالية جدا. تعتبر ألمانيا أقوى دولة في الاتحاد الأوروبي، فازاي احنا النهاردة ما نستفيدش بخبرات ألمانيا اقتصاديا وصناعيا وفنيا؟ يجب ان احنا استثمارات ألمانيا تزيد برقم عالي جدا عن هذا الرقم، لان ألمانيا خبرة كبيرة جدا في الاقتصاد وخبرة كبيرة جدا في التكنولوجيا، فيجب ان احنا نستفيد بالتكنولوجيا الألمانية. طبعا توقيع اتفاقية الكهرباء دي كويسة جدا، صحيح متأخرة جدا على مصر، لان احنا طبعا عندنا المفروض الحاجات دي كانت تبقى قبل كده، لكن كويس انها ابتدت دلوقتي علشان تشتغل في 2017، يكون مشكلة الكهرباء تتحل ان شاء الله في 2017 زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب حضرتك بترجع هذا الى الظروف التي كانت تمر بها مصر، ام ان هذه الاستثمارات موجودة من قبل بنفس هذا الرقم او بنفس هذا الشكل؟ لا طبعا، هي الاستثمارات دي موجودة من قبل، احنا ما خبطناش على الاستثمارات، يعني ما يعني طرق الابواب ما جاش على المانيا في الاستثمارات. احنا رحنا لدول معينه زادت الاستثمارات عندنا هنا، لكن احنا ما اتجهناش لالمانيا في الاستثمارات. استثماراتها قليله جدا، ومنها استثمارات مشيت كمان من البلد، لكن احنا المفروض ان احنا نتطرق الى الاستثمار مع المانيا، يعني نستفيد بخبره المانيا في الاستثمارات. استثماراتها ما نزلتش غير حاجات بسيطه، لكن ما زادتش، يجب انها تزيد عالي جدا. يعني استثمارات المانيا المفروض ما تقلش عن 10 مليار 20 مليار بهذا الرقم، لان دي خبره جامده جدا. احنا يجب ان احنا نستفيد بالخبره الالمانيه في الاقتصاد عندنا، لان احنا طبعا دوله تحتاج الى الخبره الالمانيه اقتصاديا وفنيا وكل حاجه. فطبعا احنا يجب ان احنا نطرق ابواب المانيا جامد جدا، ودي زياره جيده جدا من السيد عبد الفتاح السيسي الرئيس علشان طرق الابواب مع المانيا لفتح مجالات الاستثمار. طيب، تأكيد للرئيس في خطابه على الصورة الجديدة لمصر الجديدة وخريطة الطريق التي تسير بها مصر في هذه المرحلة بخطوات سريعة، كيف سيؤثر على حجم هذه الاستثمارات في المرحلة القادمة، وخاصة ونحن شاهدنا حتى في زيارة الرئيس هذه المرة ثلاث اتفاقيات خاصة بواحدة بالكهرباء وأخرى بالزراعة والثالثة مهمة جدا أيضا بالتدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل؟ الحقيقة طبعا زيارة السيد الرئيس لألمانيا دي هتفتح مجالات الاستثمار وهتفتح القنوات بيننا وبينهم، تعيد قنوات الاستثمار في مصر. الاتفاقيات اللي تمت دي كهرباء أنا بقول إنها جت متأخرة شوية، لكن كويس. طبعا هو بيجتهد جدا السيد الرئيس في الاتفاقيات، أنا شايفه قايم بدور الوزراء أكتر من دور رئيس جمهورية، فالمهم المتابعة بعد كده من السادة الوزراء. اتفاقية الزراعة طبعا هم متطورين تكنولوجيا جدا في الزراعة. اتفاقية العمل طبعا احنا هنكمل مع حضرتك بس باشمهندس، لكن هنقطع حضرتك لثواني، نطلع لزميل هشام حامد من مقر دار القضاء العالي. هشام صباح الخير. هشام صباح النور. طيب انقل لي صورة من دار القضاء العالي بعد. ايوه نعم اسمعك. انقل لي صورة بعد السماع حكم المحكمة برفض النقد المقدم على براءة مبارك والردود الافعال لديك.
نعم، يعني محكمة النقض قضت قبل قليل بقبول طعن النيابة شكلا وموضوعا، وحددت جلسة الخامس من نوفمبر المقبل 5/11 المقبل لنظر محاكمة أو إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامي من جديد أمام محكمة النقض. نحن وفقا للقانون والإجراءات القانون العقوبات المصري، يعني مبارك حكم عليه مرتين من قبل محكمة الجنايات، وبالتالي بعد قبول محكمة النقض للطعن تتصدى محكمة النقض لمحاكمة مبارك بنفسها وليس أمام محكمة الجنايات. إذن يعني نعود لنقطة الصفر من جديد، تبدأ محاكمة مبارك 5/11 المقبل، ولكن هذه المرة أمام محكمة النقض. وهذه المرة يعني حكم محكمة النقض الذي سيصدر يعني بعد بدء المحاكمة في 5 نوفمبر المقبل سيكون بات ونهائي، ولا يجوز الطعن عليه بأي درجة من درجات التقاضي. إذن يتبقى لمبارك ورموز نظامه درجة قضائية أخرى أمام محكمة النقض. طبعا بعد صدور هذا الحكم حدثت حالة من الصراخ والهياج من أنصار مبارك اعتراضا أو يعني حزنا على مبارك ورموز نظامي بعد إعادة محاكمته. طبعا كانوا يتمنون يعني رفض محكمة النقض لطعن النيابة، وبالتالي كان مبارك سيصبح بريئا بشكل تام. نعم، إذن المحكمة قابلت النقض وسيتم إعادة محاكمة مبارك مرة أخرى في يوم 5 يونيو 5/11 إن شاء الله، وننتظر حكم المحكمة في هذا الإطار. وده تصحيح للمعلومة إنه المحكمة قابلت النقض على حكم الذي صدر على مبارك من قبل. بشكرك هشام حامد من دار القضاء العالي، شكرا جزيلا. طيب تفضل حضرتك كمل فكرتك، احنا كنا بنتكلم على الاتفاقيات. أيوة. وازاي هتم تفعيلها على في السوق المصري. نيجي بقى على اتفاقيه العماله التدريبيه. المانيا متبعه طريقه كويسه جدا في تدريب العماله او المدارس الصناعيه. المدارس الصناعيه في المانيا ما بتتعلمش نظري، بتاخد نص الاسبوع او 3 ايام من الاسبوع عملي. الطالب بينزل مصانع يتدرب في المصانع، اللي هنا عندنا الطالب بيتدرب في المدرسه. المدرسة الصناعية بتاعت هنا الطالب بيتدرب نظري، ولذلك لما بيقف على أي مكنة يبتدي يشتغل فيها ما بيلاقيش نفسه عارف حاجة، لأنه شاف حاجة نظري. لو شافها عملي هيقدر يشتغل فيها كويس. احنا لازم نتبع هذا الأسلوب، ننزل الطلبة دي مصانع، نعمل المدارس دي تعمل اتفاقيات مع المصانع. جميع مصانع مصر هتقبل، لأن أنا في النهاية لو أنا صاحب مصنع أو أنا حقيقة صاحب مصنع، لو بعتولي طلبة أدربها هستفيد من الطلبة دي، اللي هيتدرب وهيبقى كويس هاخده اشغله، هيبقى متدرب مش محتاج ان انا ادربه من اول وجديد. لكن بيجي لي الطالب بعد ما يخلص يشتغل ما هوش عارف حاجة. طيب احنا ازاي نستفيد من التكنولوجيا الألمانية في هذا الإطار؟ يعني هل احنا لدينا السيولة الكافية للتعامل مع هذه التكنولوجيا، او ان احنا حتى نستوردها من الخارج، وعندنا الامكانيات البشرية القادرة على التعامل معها؟ احنا مش محتاجين فلوس، كل الصرف ده هيكون على اصحاب المصانع. يعني اي واحد صاحب مصنع هيجي له الطلبه دي تتدرب، هيدفع راتب وهيدرب الناس دي على حسابه. طيب انا هكمل مع حضرتك الجمله دي، لكن نطلع على هذا التقرير ونرجع نكمل حوار. في كلمته امام المنتدى الاقتصادي الذي يشارك به رجال اعمال مصريين والمان، دعا الرئيس السيسي الشركات الألمانية الى الاستثمار في مصر بقوة في ظل التشريعات الجديدة التي ادخلتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس شركة سيمنز، مشيدا بالعقد الذي تم توقيعه والذي يلبي احتياجات المصريين من الطاقة، واصفا إياه بأنه عقد جيد من جميع الوجوه. وأضاف الرئيس أنه سيتم إنجازه خلال 20 شهرا على أكثر تقدير. وكانت شركة سيمنز قد أعلنت أنها وقعت عقودا مع مصر بقيمة 8 مليارات يورو لبناء محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي، إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% مما هي عليه حاليا. كان زيغمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة قد أشاد بأداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة،
وأكد الوزير الألماني أن مصر تعد شريكا هاما لبلاده في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، منوها إلى أن التقدم الاقتصادي الذي حققته مصر من شأنه أن يحقق الاستقرار الداخلي، مما سينعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، باعتبار أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة. وهذا بدوره يعد مسألة إيجابية لأوروبا التي تهتم بمنطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط وشمال إفريقيا. وللمزيد أيضا حول تفاصيل هذه الزيارة معنا الزميل علاء رشوان من برلين. علاء صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير على مشاهدي النيل للأخبار في كل مكان. كان من المفترض كما هو صرح به أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم بعدد من رجال الأعمال الألمان، هل تم هذا اللقاء وما هو المفترض على أجندة الرئيس اليوم؟ اللقاء علاء فقدنا الاتصال بالزميل علاء رشوان، وحين العودة لي نستكمل حوارنا مع المهندس محمد بركة. باش مهندس، احنا كنا بنتكلم على التدريب المهني وايضا التكنولوجيا باعتبار انها مهمة جدا، حضرتك شايف ايه في هذا الاطار؟ اي تكلفة على مصر؟ ما فيش تكلفة على مصر كمصر كدولة، التكلفة هتكون على اصحاب المصانع وكله هيدفع مرتبات. يعني اي صاحب مصنع هيجي له واحد هيديله مرتب، بل بالعكس ممكن يسكنه ويديله مرتب ويدربه، وبالتالي الاستفادة هتعود على المتدرب. احنا نستفيد بقى بخبرات المانيا في ايه؟ ان احنا نجيب ناس تدرب الناس دي، يعني نجيب ناس ممكن تدرب هذا. طيب هو انا اسفه المره الثانيه لكن للاهميه هذا الاتصال معنا مراسل النيل من برلين علاء رشوان. علاء انا عم اسمعك. صحر طيب، كان من المفترض ان هناك لقاء الرئيس برجال الاعمال الالماني اليوم، هل انتهى هذا اللقاء وما هو اهم ما على اجنده الرئيس اليوم؟ بالفعل انطلق هذا اللقاء قبل 15 دقيقة من الآن، ولا زال اللقاء مستمر. اللقاء يجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق لسيادته وعدد من رجال الأعمال بدعوة من اتحاد الصناعات الألمانية، والذي يضم رؤساء كبريات المؤسسات الألمانية المختلفة في كافة يعني مجالات التصنيع، السياحة، التنقيب عن الغاز، كل مجالات الصناعة. هذا اللقاء في منتهى الأهمية. في هذا اللقاء سيلقي السيد الرئيس الضوء على حزمة الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتسهيل مناخ جاذب للاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر، وعلى رأس هذه الإجراءات قانون الاستثمار الموحد. وكذلك يلقي السيد الرئيس الضوء على أغلب مشاريع التنمية التي أطلقتها الدولة مؤخرا، محور قناة السويس، مشروع المثلث الذهبي، كل المشروعات التي تحتوي على فرص واعدة أمام المستثمرين الألمان. ويتحدث أيضا سيادته عن أهمية السائح الألماني الذي يمثل المرتبة الثانية من عدد السائحين الوافدين، 800 ألف سائح ألماني يزور مصر بعد يعني رفع الجهات الألمانية الحظر عن زيارة بعض الأماكن السياحية. في هم كانوا 500,000 سائح يا علاء، هيزيد المفترض آخر الإحصائيات حسب آخر الإحصائيات الصادرة في عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أن عددهم وصل 800,000 في عام 2014، والحديث يجري الآن عن رفع هذا الحاجز ليصل إلى 1,000,000 سائح سنويا. على أي حال، السائح الألماني كما نعلم يحتل المرتبة الثانية في ترتيب السائحين الوافدين إلى مصر. كل هذه الموضوعات سوف تكون محل نقاش مع السيد الرئيس خلال اللقاء الهام هذا الصباح مع عدد من رجال الأعمال. بعد هذا اللقاء مباشرة يلتقي السيد الرئيس مع فولكر كاودر، وهو رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي والديمقراطي، هو الحزب الحاكم هنا في ألمانيا. يتناول مجمل العلاقات الثنائية لا سيما في الشق البرلماني منها خلال السنوات القليلة الماضية، ويوضح سيادة الرئيس ويتحدث مع المسؤولين الألمان عن الخطوات التي تم اتخاذها في طريق إنجاز استحقاقات المستقبل وتطلع بلاده أو تطلع الحكومة المصرية والأجهزة هنا في
ممكن لإنجاز آخر استحقاقات خريطة المستقبل بإنجاز الانتخابات البرلمانية في ربما في نهاية هذا العام الجاري. هو فقط لضيق الوقت سنتواصل معك على مدار اليوم علاء رشوان، بشكرك شكرا جزيلا من برلين. علاء رشوان مراسل النيل. طيب باشمهندس، احنا كنا بنتكلم على نفس النقطة وهو فكرة تدريب الشباب باعتبارها أنها النواة لأي مجتمع هو الشباب، وخاصة إذا كان شباب واعي لديه الفكر ولديه القدرة الإبداعية على تقديم ما لديه. احنا أولا لازم نعرف أن احنا بلدنا مش هتقوم غير بنفسنا، يعني مهما كانت استثمارات جت من بره احنا لازم نقوم البلد، يعني الشعب ده العمل هو اللي هيقومنا، هو اللي هيقوم اقتصادنا هيقويه. فلازم ان احنا نجتهد في العمل. التدريبات دي بقى هتكون كلها على حساب المصانع زي ما انا قلت، مفيش اي تكلفة على الدولة، بل بالعكس الدولة ممكن تستفيد من المصانع دي انها كمان تاخد فلوس للمدارس. طب احنا مش ممكن يتم الاتفاق مع الجامعات المصرية بشكل ما بدخول هذه التكنولوجيا الى معاملها وتدريب الشباب بشكل موازي مع التعليم؟ يعني ما يكونش فكرة انه الشاب بياخد التعليم بشكل نظري وبعد ما يتخرج يبدأ انه يمارس بشكل عملي. هل طبعا ممكن متاح؟ متاح طبعا، بس احنا عاوزين نبتدي بالمدارس الصناعية. المدارس الصناعية اهم من الجامعات. المدارس الصناعية دي كتيرة جدا، طلبة كتير، الطلبة اللي هي المفروض هتشتغل بايديها. المهندس ايا كان حتى لو تدرب هو بيتدرب برضه في الجامعه، يعني انا بيتقال ان في عملي في الجامعه، يعني انا لما كنت بدرس في الجامعه كان عندنا عملي في كليه هندسه، لكن الطلبه دي انا متاكد انها بتدرس نظري فقط. انا شفت التجربه الالمانيه بنفسي ازاي بيدربوا الطلبه دي، الطلبه اللي هي الصناعيه مش الجامعه، ازاي بيدربوهم ياخدوهم المصانع 3 ايام في الاسبوع عشان يتدرب عملي. طيب احنا لازم نتبع هذه الخطوه، دي الوحيده اللي هترفع من كفاءه العامل المصري، وبالتالي نستفيد بيه، نستفيد بخبرته. طيب على شق اخر، الاتفاق المهم جدا مع شركه سيمنز في الطاقه، وقع شركه سيمنز في الطاقه، وخاصه ان احنا كنا متعرضين لمشكله كبيره جدا في الطاقه، يعني يمكن لحد دلوقتي في الصيف ده ما حسيناش بيها بشكل القوي. يعني ازاي ان احنا نقدر نحل مشكلتنا من خلال ده، وخاصه انه حتى وزير الكهرباء كان صرح اكتر من مره ان احنا هذا الصيف لن نلقى ما شهدناه في الصيف الماضي من مشكله انقطاع الكهرباء بشكل متواصل. طبعا احنا انا قلت ان الاتفاق مع سيمنز ده متاخر، احنا كان المفروض الاتفاقات دي تبقى مثلا من 10 سنين فاتوا 15 سنه، يعني دايما احنا نرسم خطه المستقبل 50 سنه قدام، ما نبصش تحت رجلينا. احنا دايما في مصر الحكومه بتاعتنا بتعمل الحاجه دلوقتي، مفيش تخطيط لكن للمستقبل. احنا دلوقتي عاملين تخطيط للمستقبل لحد سنه 2030، يمكن دي اول مره بتحصل، دي اول مره نسمع ان التخطيط مظبوط، خطه طويله الامد تعلمنا يمكن من الدول الثانيه. هو كويس جدا 2030 طبعا 15 سنه كويس، لكن هي مش كافيه برضه، لكن احنا نقول ايه، انها خطوه للمستقبل عشان نبتدي نتبع الخطوات دي. احنا عاوزين كمان مش بس الكهرباء، احنا لازم نتجه للميه، تحليه المياه، تحلية المية في مصر هنحتاجها، فمنستناش لما المية تنقص عندنا ويبقى عندنا مشكلة ونبتدي نعمل المشكلة زي ما حصل في الكهرباء. احنا دلوقتي عندنا مشكلة في الكهرباء عندنا، ولازم نؤمن بده. احنا بدأنا الموضوع ده، يعني بدأنا الاتفاقيات وبدأنا عمل عقود واتفاقيات من بداية مؤتمر شرم الشيخ، وحتى الآن أكملها الرئيس بهذه الزيارة ووقع فعلا هذه الاتفاقيات. حضرتك شايف ان احنا هنحس بهذا المردود امتى؟ هو طبعا زي ما قال السيد الرئيس بعد 20 شهر التنفيذ هنحس بيها، مثلا بعد سنة تقريبا أو سنتين، أنا قلت تقريبا 2017 زي ما وعد، هتحس بيها في 2017. يعني الناس معلش استحمل شوية، يعني لأن طبعا هو مش عصا سحرية، لكن هو بيعمل اللي عليه الحقيقة. هو مجرد أنه زيارته لألمانيا ومقابلته رجال الأعمال هناك دي هتزيد الاستثمارات، لأن دي بتدي ثقة في الاقتصاد المصري. لما رئيس الجمهورية بنفسه بيقعد مع رجال الأعمال بتحصل طمأنينة لرجل الأعمال، بيرتاح نفسيا، بيعرف أن القرارات الوزارية مش هتتغير، القرار الوزاري أو قانون الاستثمار الجديد ده الناس هتتأكد أنه ده هيمشي وهيتطبق، لأن الرئيس اللي بيقول مفيش تعديلات. احنا مش عاوزين بقى نخش في التعديلات تاني، أن المستثمر طيب يعني لأي مدى ساهمت فكرة التعديلات التشريعية وقانون استثمار جديد زي ما حضرتك بتقول في جذب المزيد من الاستثمار؟ يعني هناك بعض التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية على المستوى الاقتصادي، إن كان على المستوى الفعلي الواقعي وإن كان على المستوى التشريعي، هذين الشقين كيف يساهما في الفترة القادمة؟ زي ما قلنا أنه الإمكانيات غير مستغلة بشكل كافي أو بشكل كبير بين البلدين. إحنا
إمكانياتنا الاستثمارية عالية جدا كمصر، موقعنا الاستراتيجي، اتفاقياتنا مع الدول، اتفاقياتنا مع أوروبا، مع آسيا، مع أفريقيا، مع أمريكا، كل ده بيتيح فرص استثمارية عالية جدا. الأراضي، الغاز، كل مقومات الاستثمار موجودة في مصر. عندنا مواد خام كتير، بس احنا الحقيقة بنصدر مواد خام كتير. احنا يجب ان احنا نوقف تصدير المواد الخام. اي مادة خام بتتصدر ندور على استثمار ليها، ننتجها، لان دي هتزيد من كفاءتها، هتشغلي عمالة، هتستفيدي، هتبيع بسعر غالي مش هتبيع بسعر رخيص، لان المادة الخام تبقى رخيصة. يعني انا النهاردة ما صدر رملة مثلا ب$15 ولا ب$10، بل بالعكس لما انتج ببيع المنتج ب$500 و$600. ايه اللي يخليني انا ابيع منتج ب$15 ممكن استفيد بيه في صناعة مثلا بتمثل 80% في الصناعة بتباع ب$500 وفي ب$1000. تمام. هو احنا والموضوع كبير جدا ومش هنقدر نقسمه في هذه الدقائق، ولكن انا بشكرك جدا باشمهندس محمد بركه، شكرا جزيلا لحضرتك خبير اقتصادي. ودلوقتي مشاهدينا الكرام هنخرج ايضا لاستكمال التفاصيل الاقتصاديه مع الزميل احمد.